أخونا مصطفى يريد أن يتزوج من أخت مطلقة، فما حدود العدة، يعني مدة العدة كي يتقدم لها ويخطبها شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كانت طلقة رجعية فإنه لا يحل له أن يعرض لها أو أن يفكر فيها بحال حتى تنتهي العدة وتبين من زوجه. إن كانت طلقة بائنة فإنه أو من وفاة طلقة فإنه يجوز أن يعرض، لكن بالنسبة للعدة لهذه أو تلك فهي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاثة